السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال تسويق الأرانب، الطريقة ديال تسويق الأرانب البلدية والطريقة ديال تسويق ديال الأرانب الرومية. يعني شحال من واحد كيخلط الأمور في التربية ديال الأرانب. يعني الطريقة ديال التسويق بالنسبة للرومي راه كيكبر دغيا، يعني المدة اللي غادي يكبر فيها البلدي ماشي هي المدة اللي غادي يكبر فيها الرومي. نقولوا مثلا هاد الذكر هذا عنده مثلا واحد 4 شهور، ممكن ان تلقى هاد النتوة هي عندها حتى هي 4 شهور. شوفوا الحجم ديالو تبارك الله، بحال دابا هذا حتى هو راه عنده 5 شهور. بالمقارنة مع هاد الانثى البلدية ولا مثلا هاد الذكر ها هو هنايا، هذا بلدي، قارنوه مع هذا تبارك الله، انتما راه كاين فرق كبير. المهم احنا ما نشوفوش الحجم ولكن نشوفو فوقاش شحال صرفنا عليه، يعني وشحال يعني الوزن اللي عطانا. يعني الاغلبيه ديال الجزاره كيسولوك في الاول واش عندك، كتقول له راني بغيت نبيع لك شي ارانب، كيقول لك واش بلديه ولا روميه. يعني انا بحكم التجربه ديالي الا بغيتو تفهموا مزيان اسمه هو البلدي والرومي، يعني الحيله اللي ديروا، يعني هذه حيله يعني ماشي غش، وانما يعني كعلاقه رياضيه، يعني بالرياضيات ممكن اننا نوجدوا ان البلدي خاصو يتباع في الاسواق والرومي يتباع للجزارة. علاش؟ لان البلدي الا مشينا بغينا نبيعوه بالوزن ما غادي يجيب لنا والو. مثلا هاد الانثى هادي هي الحجم ديالها واخا يعني راها قريبه انها يعني تبلغ وتعطينا يعني الصغار، ممكن انها تزوج، ولكن الا بغينا نبيعوها ك كيلو، يعني نقولوا مثلا 4 شهور تبغي تبيعها بكيلو، غادي تجيب لك تكون فيها مثلا 2 كيلو غادي تبيعها ب 70 درهم، لان الكيلو كيدير 35 درهم، 70 درهم ماشي ثمنها. اما بالنسبه 4 شهور ديال 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 الذكر ديال الرومي ممكن انك تبيعو للجزار. علاش؟ لان في هذا الحجم هذا تبارك الله غادي يجيب لك واحد، نقولوا 4 شهور يجيب لك 120 درهم مزيانه، 100 درهم 120 درهم ماشي هي 70 درهم، كاين فرق. هنا دابا الى فهمتوا معايا هاد العلاقه هذه، غادي تفهموا ان البلدي خصو يتباع الطريقه ديال التسويق ديالو بوحدو، والرومي الطريقه ديال التسويق ديالو بوحدو. ان الرومي الا بغينا نبيعوه ك يعني في الاسواق، ممكن ان الناس ما يزعموش انه يشريو واحد يعني ذكر يشريو مثلا 200 درهم 200 درهم غادي تجيهم غاليه يعني. ولكن الفرق عاوتاني ما بين البيع في الاسواق والبيع في يعني في عند الجزار كاين فرق. انت بالنسبه للرومي حنا نخليو البلدي ما خصوش يتباع في عند الجزار، يعني غادي تضيعوا فيه. بالنسبه للرومي كاين فرق، اسمه هو الفرق، وهو ان يعني الا بغيتوا تبيعوا في 3 شهور الاولى ممكن انكم غادي تبيعوا بواحد الثمن ديال بينكم بين راسكم، غادي توزنوا الارنب وتبقاو عينك ميزانك في الاسواق. اما الناس اللي باغين الكسيبه راه بثمن اخر، واخا يكون يعني الثمن ديالو قل من بحال نقولوا مثلا فيه هذا الذكر مثلا فيه الثمن ديالو ممكن انه يجيب لك 120 درهم بالكيلو، ما تبيعوش على انه كيلو ما حدو يفوت 3 شهور يعني يولي عنده 4 شهور سمو كيوقع الفرق، وهو انه كيبلغ ولا مشى تبلغ خاص يتباع بواحد الثمن اكثر. سمو هو الثمن اكثر راه ممكن تبيعوه ب 200 درهم. علاش؟ لان المربي اللي غادي يشريه ماشي غادي يشريه على حساب الذبيحه، لا، هذاك كيتسمى كيلو. اما الا بغيتو تبيعوه بالثمن ديال الكسيبه راها ما كيبقاش بالثمن ديال الكيلو. يعني شوفوا الفرق ما بين شهر واحد، يعني ممكن ان 3 شهور يتباع بالكيلو، 4 شهور ما يبقاش يتباع بالكيلو، غادي يولي
بحال يطلع درجه سمو هي الدرجه وهي الكسيبه. يعني المربي اللي غادي يدي غادي يستافد منه غادي يلقح به الانثى الى عنده الانثى الاولى والثانيه والثالثه. المهم ممكن انه يستافد منه. هذيك الاستفاده راها بالفلوس ماشي غادي ديروا تخلط داكشي صافي تدي الارانب للسوق وتبقى تبيع ولا تدي الارانب للجزار وتبقى تبيع. لا راه كل حاجه عندها الضوابط ديالها. خاصكم تفهموا ان كل حاجه عندي انايا يعني في القطيع ديالي خاصني نقسم. يعني البلدي بوحدو يتباع في الاسواق الثمن ديالو راه باين. يعني الا كان بالغ راه الثمن ديالو ممكن يتراوح ما بين 80 درهم 100 درهم. ما كتشوفش الميزان البلدي الا بعتيه بالميزان راك ضعتي فيه. هذه هي مربط الفرس ديال هذه الحلقه. اما بالنسبه للرومي خاصك تعطيني الضوابط ديالو. ان الا كان في قبل 3 شهور هذا كيتعتبر كيلو. الا زدتي الشهر الرابع كيتعتبر ارنب بالغ غادي نخرجوا منه انتاج. يعني غادي يولي في ثمن اخر لا بالنسبه للنتوى بالنسبه للذكر ماشي غير بالنسبه للذكر. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار. يعني راه حلقه مفيده ان شاء الله. كنتمنى انني نكون بسطت لكم الافكار واحد يعني العلاقه رياضيه يعني اللي يفهمها الصغير والكبير المحترف يعني المبتدئ. اذا الحلقه ديالنا راه سالات. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف. الى اللقاء في الحلقه المقبله. وتكيو على زر جيم باش نزيد القدام وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.